بعث حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر اليوم برقية التهنئة إلى معالي الجنرال برايوت تشان أوشا رئيس وزراء مملكة تايلاند الصديقة بمناسبة نجاح عملية إنقاذ الأطفال أعضاء فريق كرة القدم الاثني عشر ومدربهم الذين كانوا محتجزين داخل كهف تايلاند. وأعرب سموه عن خالص تهاني لشعب مملكة تايلاند الصديقة وأسر الأطفال بهذه المناسبة السعيدة، وأشاد سموه بما قامت به حكومة تايلاند الصديقة برئاسة معالي الجنرال برايوت تشان أوشا من جهود كبيرة وما وفرته من تجهيزات أسهمت في نجاح عملية الإنقاذ. وقال سموه إن ما قامت به حكومتكم من جهود كبيرة أثناء عملية الإنقاذ والتي كانت على مسمع ومرأى من العالم قدمت المثل للعالم في القوة والصلابة في تجاوز التحديات ومواجهة شتى الصعاب ونالت احترام وتقدير جميع دول وشعوب العالم. ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالجهود التي قامت بها فرق الإنقاذ بمملكة تايلاند الصديقة وما تحلت به من مثابرة أثناء عملية إنقاذ المحتجزين حتى خروجهم سالمين.